في موضوع آخر، وبعد رياح التغيير والتصفية التي طالت الاتحادات الرياضية عقب فشلها في تحقيق النتائج المرجوة، تبنت وزارة الشباب والرياضة عقدا جديد مبني على ورقة طريق وأهداف لكل اتحادية من أجل تفادي تكرار الأخطاء السابقة والعودة إلى نقطة الصفر. تفاصيل أكثر مع بلال هرنو. موجة من التغييرات طالت العديد من الاتحاديات بعد ترسيمها لسنوات من الإخفاق على المستوى الدولي، امتزجت بمشاكل داخلية، صراعات واختلاسات لأموال الدولة أعاقت تقدم الرياضة الجزائرية. لتطال ريح التغيير أكثر من 25 اتحادية. Il y a eu donc 24 nouveaux présidents et 15 présidents réélus pour un autre mandat. عدد الاتحاديات المتبقية 4. Il nous reste encore 4 fédérations. الاتحاديات لكرة الطائرة، اتحاديات كرة اليد، المبارزة والكاراتيه. عهد جديد ستتبناه وزارة الشباب والرياضة لعهدة أولمبية جديدة تكون فيها الاتحاديات الرياضية تحت مقصلة عقود مبنية على أهداف وورقة طريق لتجنب الإخفاقات السابقة والنهوض بالرياضة بعد سنوات عجافة لم تحصد فيها الجزائر سوى الخيبات. ورقة الطريق إن شاء الله نديرها بالتنسيق مع كل الاتحاديات مباشرة بعد نهاية تاع عملية إعادة وتجديد الهيئات الرياضية لكل الاتحاديات، منه إن شاء الله يعني يكون النجاح ويكون التألق الجميع من خلال هذه الورقة. ترسيم عهد جديد من المحاسبة والمتابعة من وزارة الشباب والرياضة قد يعطي بصيصا من الأمل في عودة الرياضة الجزائرية إلى مكانتها الأصلية، يكون فيها سير هذه الاتحاديات مبنيا على ورقة طريق وأهداف محددة.